السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. توجور مع القاضي خاوتي وفي قناتكم سبور على دي زاد، دائما مع رياض محرز والاجواء اللي راه صانحه وردود الفعل سواء من الطبقه الرياضيه، من المجلات، من نشوفوا نبداو بالتصريح تاعو لاذاعه الارامسي، ومن بعد خاوتي ندخلوا كذلك في واش قال حافظ الدراجي، واش قال نبيل جليط اللي قال كلمه خاوتي الطرطق الطرطق، زيد كذلك حسين جناد، مؤمن انت قاسي، وعده شخصيات رياضيه. نسمع اولا تصريح خونا رياض، حبيبنا رياض، وزير السعادة، هرمون السعادة كما قال قادة بن عمار كذلك، يعني صفات وألقاب لرياض محرز بالجملة. خسروها كما عطاوهاش رجل المقابلة، لكن راكم نكملوا خوتي في هذه التفاصيل ونشوفوا مع باقي الأيام، وإن شاء الله في لافينال يكون حازم كما كان في الدومي فينال، ومن بعد ندخلوا خوتي ونشوفوا نسمعوا خوتي التفاصيل. Aussi au club, c'était une belle victoire sur les deux matchs. Ouais, je pense que c'est mérité sur les deux matchs. On mérite de passer. Voilà, on a su être efficace au moment où il fallait. Et voilà, on a fait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, première mi-temps, on était moyen, encore une fois. Et deuxième mi-temps, on a su relever notre niveau et on peut marquer 3-4 buts. Et voilà, après, ils ont perdu un peu leur nerf et ils ont pris un rouge. Ça nous a un peu facilité la tâche après, quand il restait peut-être 20 minutes ou 15 minutes. Donc, ouais, je pense que sur les deux matchs, c'est mérité. Et voilà, on mérite d'aller en finale. On vous a pu parler avec Benjamin Mendy à la fin du match. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit. Non, parce qu'à la mi-temps, il m'a fait 2-3 reproches. J'avais pas trop aimé. Non, mais ouais, après, je lui dis de se calmer, c'est tout. Avec les deux buts, le but de match aller déjà, après ces deux buts ce soir, vous avez fait très mal au PSG sur les deux matchs. Est-ce que c'est votre meilleure saison finalement, même depuis que vous êtes arrivé ici à City, mais même avant, est-ce que vous avez vraiment joué à ce niveau-là comme ça? C'est sûr que marquer dans les grands matchs, dans les grands moments, c'est ce qu'on veut quand on est footballeur, c'est quand on est jeune, c'est de quoi on rêve. Et voilà, après voilà, j'ai réussi à marquer 3 buts sur les deux matchs. C'est bien pour l'équipe, je pense que, comme j'ai dit, voilà, on a été très très solide quand même sur les deux matchs. Et voilà, on a su être efficace et on mérite de passer. Merci Marie, merci Marie. Comme vous avez vu, le Riyad Mahrez dans le RMC, nous allons voir ce qu'a écrit Hussein Jinnad, et nous avons des personnalités. نبداو خاوتي اولا بالاحصائيات واللي قالها حسين جناد، وزاد شكر رياض محرز. نبداو خاوتي، فريق تاسس سنه 1880 وبعد مرور 141 سنه على التاسيس، ولاول مره في تاريخه بقياده اللاعب الجزائري او يقوده اللاعب الجزائري لنهائي رابطه ابطال اوروبا من 1980. يا خاوتي تاسس هذا النادي، نادي عريق من حيث التاسيس، في الآونة الأخيرة من حيث الألقاب فريق وفريق أحلام، وزيد طلع لافينال بعد 141 سنة. نروحو كذلك خوتي، إيش يكتب هنا؟ اكتب صح رياض محرز إلي بريمي جوار، صح نترجموها تك تك تك، هاني فوغ لا تخونيكسيون، فوالا. رياض محرز خوتي أول لاعب جزائري يسجل في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا. رياض محرز أول لاعب جزائري يسجل ما مجموعه 3 أهداف في ذهاب وإياب، يعني دومي فينال ذهاب وإياب، سجل 3 بيت نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، رقم قياسي ليس من السهل أن يصله أي لاعب جزائري مستقبلا، ربما بعد سنوات وسنوات. حاجة قلت لكم خوتي، حاجة فور 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 فور، والحاجة كذلك اللي عجبتني أنا وعجبتني بزاف بزاف بزاف، راك شوفوها، سمحوا لي خوتي، هاذي بوزي، هي رياض محرز يجبر الصحافة الإنجليزية سماته بمالك إنجلترا، مالك إنجلترا. راكم تشوفوا لافيش وراكم تشوفوا عندكم، نحطها لكم خاوتي كذلك، حاجة فخر 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 فخر، حاجة كبيرة بالبزاف. اسمحوا لي خاوتي، مش عارف مال الانترنت كانت تمشي دروك، خلي هذه تطلع خاوتي في خدنا. قلت لكم كيف مهم قادة بن عمار وصفه بهرمون، بزاف بزاف مام هو كتب. شوف الاهم رياض محرز عبر تويت تاعو خوتي، راك نوري لكم كاع، نحط لكم صوره مورا صوره، خلي هذو يطلعوا بالخف، فوالا
Ça vient par le toit. Aïe. Aïe, tweet à Mahrez. Voilà. راكم تشوفوا فيها خاوتي هاي لافيش رياض محرز هو دونجلتير رياض محرز ملك انجلترا هذه ليكيب الفرنسيه ليكيب الفرنسيه اللي زعفت عليه ولا زعفت منه ولا ما عليه باليش ليكيب ماجازين راكم تشوفوا خاوتي ها التصويره تاع محرز رياض محرز رواد دونجلتير حاجه وخده اخرى حاجه تشرف حاجه ولا في الاحلام والله يا خويا هذا والله لا فرحنا وشرف الجزائر هذه واش من نتفليكس تي ظرف طالع جديد امين اخواتي فاني كذلك راكم نشوفوا هو واش كتب مع ستيرلينك اسمحوا لي اخواتي دي مينيت رياض محرز ريت ذا فينال ذا موست امبورتنت اتناو يقولك الذهاب الى النهائي هو المهم حاليا ستيرلينغ شو كاتب ستيرلينغ a big of history tonight but still on the go صح قالك التاريخ صنع اليوم او حاجه كبيره كبيره صارت الليله لكن الاهم باقي خطوه عليه كما قال هو نروحوا هذا ستيرلينغ خاطيه ستيرلينغ ومحرز نروحوا كذلك لافيش دوزيام ما فيش عندنا نشوفوا شكاين والله ما شاء الله خالتي حاجه سمحوا لي خالتي هذا وراني نطلع فيهم شغل مع الانترنت تو ما على باليش واش بيها بورتون خالتي يعني اكتيفي تاع 100 جيجا هاي وزي تاع يعني فوالا شكون هذا خلي هذا يطلع شوفوا هذا شكون سمعوا هذا خالتي شكون هذا هذا معز بولحية خالتي مانشستر سيتي احتاج 141 سنة قبل قدوم الساحر رياض محرز الذي خطى تاريخ جديد للفريق بوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى أما نحن فقد استنى 66 سنة منذ أول نسخة حتى نشاهد لاعب عربي يسجل ذهابا وإيابا في نصف نهائي المسابقة الأغلب يعني ما كاينش اللي يسجل في النصف النهائي اول لاعب عرب حاجه فخر 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 حاجه كبيره كاع روحوا خوتي كذلك نابل زليط اكم تو ناين فوالا روحوا كذلك اوبجيكتيف دونك تيرميني نو سمحوا لي خوتي بارو خوتي نبي جلد نشوفوا خوتي شو كتبنا نبي جلد كومو محرز هاميز لو بي اتش دي دون سا بوش قالك كيفاه محرز حط البي اتش دي في الجيب تاعو وحافظ الدراجي وقاد بن عمار اللي وصفه بهرمون السعاده حافظ الدراجي وصفه بمختلف الصفات الرائع الساحر كما نعرفوا حافظ الدراجي كل هذه المدح لرياض محرز خاصه الصحافه الفرنسيه اللي مدحاته وتوجاته كما احنا نقولوا ملك انجلترا ملك كما احنا نقولوا لونجلوتير حطاته في صف الكبار في صف الملوك وتجي ليافا تعطي احسن احسن لاعب تعطيها لواحد اخر تهبل 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 والله غير الدوخ 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 حاجه تشرف حاجه ربي يحفظه من العين وربي كما قال لك في لا فينال ان شاء الله يكمل هذا التالق ويماركينا هدف ولا زوج ونتلقاو خاوتي في مواضيع اخرى في باقي السهره ولا ما كاش غدوه ان شاء الله نزيدو بوستو
علاه محرز خاطش الدنيا راه مقلوبه. تألق محرز ما غاديش يفوت كيما هكا يفوتي كيما هكا بصاي. تألق محرز غادي تهدر عليه الصحافه، يهدروا عليه مواقع التواصل الاجتماعي، صحافه دوليه او وطنيه. وان شاء الله محرز غلق كل الافواه، ان شاء الله محرز غلق كل الافواه. سجل اليوم زوج، باقي له مقابله حاسمه باذن الله. بعد 141 سنه يجي جزائري على راس مانشستر سيتي ويديها للنهائي. واذا توج غادي يحطوه مالك انجلترا، غادي يعطوه الجنسيه، غادي يعطوه ما على باليش يسموه كارطي في باسمو، سماو في كيسموها في فرنسا ستاد باسمو، غادي في الانجليز غادي ستريت كامل يسموه باسمو. وان شاء الله بربي محرز الى النهائي والفوز بذات الاذنين باذن الله. سلام. حاصر باريس سان جيرمان وضغط عليه واجبره على اللعب في نصف ميدانه، بينما انطلاق من الجهه اليسرى ناحيه لاعب دي بروين والعرضيه خطيره، ممكن جول، ممكن جول، ولا زالت موجوده الفرصه، جول.